خلاص حبيبي، احنا بنشوف لك صاحب العمارة وبنتفق معه ان شاء الله. يعني احنا لو اتصلنا باستمزار احمد يمكن ما يردش. وليش ما يردش؟ ليش اللي سويته ابو قليل؟ عسى الله. ايش سويت ابو؟ مشان احنا كده دور بين احنا قليل وقابلني لشقة مشقدفة. ايوه قليل 11 ساعة بس. الحين انت صاحب العمارة، بدل ما يخلي العمارة كده مهنفلة ومقدورة ما حد داري بها، ليش ما يفتحش الشقتين هذه اللي جنبنا احنا ويسكن فيها الناس بإيجار معقول؟ قدو أجر. برافو عليك سارة، برافو. العمارة قايلة للسقوط، والشي أساسا يتخارج منه ويبيعه. دي البنت عبقرية بجد. شكرا. اتصل بصاحب العمارة. مو بو ليش ايش بتقولي له؟ ونشوف شقة الحسن. الو سمسار احمد، ازيك؟ لا 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 تقلقش، لا 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 تخافش، احنا لسه باقيين في الشقة. لا افتكر أيوة. على عاد ناخذ خطبة. اقول لك اني اشتري رقم صاحب العمارة علشان العمارة اصلا تحتاج صيانة. طبق بوجهي؟ ما لا طبيعي انت تقولي العمارة كلها تشتي صيانة مع السك. هاتي هاتي لعد يكون رصيدي خلص. انا ما افتعمليش الرصيدين، تعبي قليل قد خلص. ما خلص. شوف تليفوني. كيف شوف تليفونه؟ الو ايوه احمد السمسار، معلش اصلا الخط انقطع علي. اقول لك اني اشتي صاحب العمارة اصلا علشان المطبخ عايز صيانة. طبق بوقي؟ لا دكتي اكيد الان خلص رصيده. كيه شيكي. ايوه خلص. اتصل بو يا حسن، يلا اتصل فيه. ايش رقمه حسن؟ تعال خارج. الو السمسار حسن. احمد. انا كنت سامع ان في عماره كده بفيصل مهجوره وصاحبها عايز يبيعها، عاوز نمرته. عاوزها في ايه يعني؟ عاوز اشتري العماره. انا دلوقتي عند مدام وهبيه. وانا كمان عند المدام وهبيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش الشبكة عندنا بتقطع. ولا يهمك، وانا كمان عندي الشبكة بتقطع برضك. اصل كنت في قاعده في سفاري في الجونة. في جونة؟ في الجونة. مساعدت. انا عايز بس اعرف بس مين اللي هيشتري العمارة. انا حبيبي. انت هتشتري العمارة؟ يا حبيبي. منور الدنيا يا باشا. بنورك يا بالصلاة على النبي، احلى عمارة. انت يا سارة قومي اعملي كوباية شاي للاستاذ احمد. مالك؟ كوباية شاي. حصل يا ريس. انا بس خفيف سكر زيادة. ماشي يا عسل. مين دي يا حبيبي؟ والله ما اعرف جايبها منين دي. هم اللي جابها. اقعد انت منين يا باشا بالصلاة على النبي؟ انا من كل حتة. اجدع ناس. انتوا حافظين بقى من كل حتة فاني حتة يعني بالظبط يعني؟ يعني في اي حته من كل حته هتلاقيني. وفين الحلاوه بتاعتي يا باشا بالصلاه على النبي يعني؟ بنت ساره زودي له السكر. سكر ايه يا بيه؟ احنا عايزين الحلاوه اللي في الجيب. ايه يا حبيبي هتصح عليا ولا ايه؟ العماره هتقع يعني كده كده هي بلح. مش عارف انت مضايق نفسك ليه، انت بتشتغل عماره يعني؟ هتديني النمره ولا اتكل على الله واشتغل واشوف لي عماره تانيه؟ يا باشا تقوم واحنا ننفذ يا سعادة الباشا. وده سامي خد النمر. اتفضل يا ريس. خد النمر. حصل يا باشا. 012 012 22 22. مبسوط يا سعادة الباشا؟ الحمد لله كله 100 100 100 100. ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. أعمل إيه دلوقتي أنا بقى؟ تقوم تروح لأنه شوية هيخلص الكلام المصري وهكلمك كمان مش هتفهم حاجة. برا يا حبيبي. السلام عليكم. اشربوا الشاي بقى. السلام عليكم. ماشي.
والله العظيم رهيب.